مش عايزين ناخد اجراء اكثر حدة عليكم، مش عايزين نعمل نضيق توقيتات الحركة عشان كمان حياتنا ما تتوقفش. خلال تفقده أطقم القوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا، الرئيس السيسي يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية. ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بولاية مينيسوتا بسبب فيروس كورونا، والوفيات بالولايات المتحدة تسجل 2000 حالة خلال 24 ساعة في أضخم حصيلة يومية في العالم. الصين تعلن عن حالتي وفاة و62 إصابة بفيروس كورونا، بينها 3 إصابات محلية، ورفع قيود السفر عن مدينة ووهان. العاشرة صباحا في القاهرة، موعد نشرة أخبار جديدة، مرحبا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأوضاع الخاصة بإصابات فيروس كورونا تحت السيطرة حتى الآن، وذلك بفضل جهود وزارات الصحة والداخلية والإعلام. جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني في مواجهة كورونا. رسالة طمأنة قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، مفادها أن الدولة المصرية سعت ولا تزال للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد الذي بات يهدد دول العالم بأسره، وذلك عبر حشد جهود كل مؤسسات ووزارات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة، حيث تفقد الرئيس العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار عدوى الفيروس. حتى الآن الأمور تحت السيطرة، وهنا طبعا جهد وزارة الصحة والإعلام معها في الرسائل، ووزارة الداخلية كجهد بتبذله طبعا من بعد فرض الحظر لغاية بتوقيتاته المختلفة. وأنا كنت حريص على أن المهمة دي تقوم بها وزارة الداخلية لوحدها، لأن أنا عارف أن هي قادرة على تنفيذها، وتنفيذها بقوة وبكفاءة. وأعلن الرئيس خلال كلمته عن عدة إجراءات اتخذتها الدولة بهدف الحد من تداعيات انتشار الفيروس وتأثيراته على المواطن وعدد من القطاعات الهامة بالاقتصاد المصري. وقلنا كده فيما يتعلق بقطاع السياحة، استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلا عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناء على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية. قيام البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة عن يقوم بفائدة مخفضة. وكشف الرئيس أنه لا نية أو رغبة حتى الآن لزيادة عدد ساعات تقييد حركة المواطنين لعدم توقف سير الحياة الطبيعية أو تعطيل عمل الدولة. مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم، مش عايزين نعمل نضيق توقيتات الحركة عشان كمان حياتنا ما تتوقفش. وحذر الرئيس السيسي من الشائعات خلال الفترة الحالية، مطالبا بالتعامل بوعي مع هذه الشائعات التي تهدف لإحباط معنويات الشعب المصري، مؤكدا دراسة الإجراءات اللازمة لتسهيل حصول العمالة غير المنتظمة على الدعم المخصص لها، مطالبا القطاع الخاص بالعمل مع الدولة من أجل عدم المساس بمرتبات ومستحقات العاملين به. اللي بيستهدف مش بيستهدفني أنا، لا، ده بيستهدفنا احنا، بيستهدف معنوياتنا، لأن معنوياتنا هي الأساس في المواجهة. المواجهة بتاعتنا مع هذه العناصر وهذا الفصيل الشرير بالمناسبة لن تنتهي.
وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي أكد خلال كلمته أن القوات المسلحة هي السياج المنيع للدفاع عن الوطن في أوقات الأزمات. أن القوات المسلحة كعهدها دائما هي السياج المنيع الذي يحفظ للأمة أمنها وسلامتها في حربها وفي سلمها وأزماتها، وأن هذه الأعمال الجليلة لن تسنينا عن أداء مهمتنا الرئيسية المقدسة في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لحماية حدود مصر وأمنها، مستلهمين عون الله في أداء مهمنا. وعرض الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للإجراءات والتدابير التي اتخذتها القوات المسلحة لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وذلك خلال استعراض الرئيس السيسي لاصطفاف عناصر ومعدات وأطقم القوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا. رفع درجة استعداد جميع مستشفيات القوات المسلحة المنتشرة في محافظات الجمهورية إلى أقصى طاقة ممكنة لتقديم الخدمة العلاجية لأفراد القوات المسلحة وأيضا للقطاع المدني، بالإضافة إلى تخصيص جزء رئيسي داخل كل مستشفى يتم فيه رفع درجات استعداده ومزود بغرف رعاية مركزة وأجهزة تنفس صناعي لاستقبال الأفراد المصابين بالفيروس. وشملت القوات المصطفى التي تعد نموذجا للعناصر التي تدعم القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 550 غرفة مجهزة وأخرى مجهزة بغرف رعاية مركزة. كما شارك في الاصطفاف نموذج من عربات الإسعاف والتي يبلغ عددها 1000 سيارة، إضافة إلى أوتوبيسات نقل الحالات والإسعاف الطائر، بالإضافة إلى عربات التطهير التي تقوم بتعقيم مؤسسات الدولة. على أرشوان النيل. أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في مواجهة أزمة فيروس كورونا باعتبارها درع مصر وحصنها الآمن في مواجهة أي أخطار من الممكن أن تهدد سلامة وصحة المواطنين المصريين. كما أشاد مدبولي خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بالإمكانات التي تمتلكها وزارة الداخلية في القطاع الطبي بجانب دورها الأساسي في حماية الأمن الداخلي. وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة المعنية بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد عن خروج 17 من المصريين بفيروس كورونا من مستشفى العزل ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 276 حالة. وأضافت الوزيرة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 427 حالة، بينما تم تسجيل 128 إصابة جديدة وست حالات وفاة. بلغ عدد إصابات اليوم 128 إصابة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي لإصابات جمهورية مصر العربية 1450 إصابة، بينما عدد وفيات اليوم 9 حالات. بلغ عدد الحالات التي تم شفائها 17 حالة، وبذلك يصل عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل إلى 276 حالة من أصل 427 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية. وبتقييم الحالة الصحية للمصابين المتواجدين في مستشفيات العزل واسترشادا بالدول التي نجحت في إدارة الأزمة حتى الآن، فقد تقرر الآتي: سيتم نقل عدد من الحالات البسيطة إكلينيكيا وعمرها أقل من 50 عاما ممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات والأشعة، وأمضوا مدة العلاج المقررة طبقا للبروتوكول العلاجي وهي 5 أيام. وبعد تقييم حالتهم الصحية سيتم استكمال فترة المتابعة لهم في المدن الجامعية ونزل الشباب المعدة لذلك تحت الإشراف الطبي الكامل لوزارة الصحة والسكان، وذلك لحين تحول نتائجهم المعملية إلى سلبية وتمام شفائهم. علما بأن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة،
وتم تزويدها بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات أشعة وصيدلية خاصة، بالإضافة إلى تزويدها بالأطقم الطبية اللازمة، وذلك في إطار خطة وتضافر جهات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة. قررت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف المعاشات للمرحلة الثالثة، وهي التي تصرف من 2000 جنيه فأكثر بداية من اليوم وحتى غد بكافة محافظات الجمهورية، وتتبع الهيئة القومية للبريد الإجراءات الاحترازية في كافة مكاتبها للحفاظ على حياة المواطنين بمنع التكدسات أثناء صرف المعاشات. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مكتب بريد النزهة الجديدة مراسلنا أحمد سعد الدين. أحمد، مرحبا بك، وكيف تتابع عملية صرف المعاشات في مرحلتها الثالثة في الأساس من حيث تكدس المواطنين؟ تحياتي لك وتحياتي لمشاهدينا الكرام. بالفعل حفاظا على سلامة أصحاب المعاشات خاصة كبار السن منهم وكذلك العاملون في المكاتب البريدية المختلفة، بدأ اليوم الصرف لأصحاب المعاشات في المرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة تقدر بحوالي 800 ألف مستفيد يصرفون من أكثر من 4000 مكتب بريدي على مستوى الجمهورية. المرحلة الثالثة هم الفئات الذين يصرفوا من 2000 جنيه فما أكثر، ويتم يبدأ الصرف بداية من اليوم وحتى غدا. بالفعل الهيئة القومية للبريد قامت باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية في مختلف مكاتب البريد حتى تضمن سلامة المواطنين وأصحاب المعاشات وكبار السن وكذلك العاملين وتجنيدهم يعني التعرض للعدوى أو انتقال الفيروس لا قدر الله. للتعرف أكثر عن عملية الصرف والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتخاذها واتباعها في مكتب بريد النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة، معنا على الهواء مباشرة الأستاذ بيومي مدير منطقة بريد شرق القاهرة. يعني أستاذ بيومي، يعني عايزين نتعرف من حضرتك عن هذه الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها داخل المكاتب البريدية. بسم الله الرحمن الرحيم، منورين حضراتكم منطقة بريد شرق القاهرة والبريد المصري. حضراتكم موجودين دلوقتي في مركز خدمات البريدية النزهة الجديدة، وده أحد أكبر المراكز البريدية على مستوى منطقة بريد شرق القاهرة وعلى مستوى البريد المصري بصفة عامة من حيث عدد العمليات وعدد المواطنين اللي بيتعاملوا معاه بشكل منتظم. الحقيقة رسالة شكر كبيرة لجمهور المتعاملين من البريد المصري، الشعب المصري الواعي الفاهم المدرك لخطورة المرحلة، واللي هو كان يعني العمود الفقري لنجاح عملية التنظيم اللي تمت دي، لأني لولا تعاون المصريين جمهور المتعاملين كانت كل الإجراءات دي ممكن تضيع يعني الحقيقة. لكن هم متعاونين معنا جدا ومستجيبين للإجراءات التنظيمية اللي اتخذت بمعرفة البريد المصري. حال البريد المصري كان على مستوى الحدث تم تشكيل لجنة عليا لإدارة الأزمة برئاسة السيد رئيس مجلس الإدارة. هذه اللجنة اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات، الهدف منها ضمان سلامة وحسن سير عملية صرف المعاشات وضمان سلامة أرباب المعاشات جمهور المواطنين ومقدم الخدمة من العاملين بالبريد المصري. نتعرف سريعا كده على بعض هذه الإجراءات اللي اتخذت، هي الحقيقة كثيرة جدا، أهمها على الإطلاق كان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في تقسيم أرباب المعاشات لشرائح بحيث ما يحصلش تكدس للعملاء في توقيت واحد، فتم تقسيم المعاشات إلى 3 شرائح. انتهينا من صرف الشريحة الأولى والشريحة الثانية في الأيام الماضية، والنهاردة بدأنا مع الشريحة الثالثة اللي هي معاشاتها تزيد عن 2000 جنيه، هيصرفوا النهاردة وبكرة إن شاء الله، واعتبارا من يوم السبت هيكون الصرف متاح لأي مواطن لم يتمكن من الصرف في اليوم المخصص ليه. فهذا القرار وهذا الإجراء ساهم بشكل كبير جدا في تقسيم أرباب المعاشات. يعني أنا عايز أتعرف من حضرتك عن ماكينات الصرف الآلي والمنافذ الأخرى التي يتم من خلالها صرف المعاشات تيسيرا على المواطنين وأصحاب المعاشات. ده القرار الثاني يا فندم، والإجراء الثاني اللي اتخذته اللجنة العليا لإدارة الأزمة بالهيئة القومية للبريد. تم زيادة، طبعا الهيئة بتمتلك 4000 فرع بيخدم المواطنين على مستوى الجمهورية. من بداية الأزمة كان مواعيد انتهاء العمل بالفروع الساعة 1 ظهرا، قرار السيد رئيس مجلس الإدارة بمد ساعات العمل بالفروع حتى الساعة 3 ظهرا.
لإتاحة الفرصة للسادة المواطنين للتعامل عدد ساعات أكبر بحيث ما يحصلش نوع من التكدس، والتعليمات الصادرة لنا التعامل حتى آخر عميل حتى لو استمر ده بعد الثالثة إن شاء الله. الحاجة الثانية ماكينات الـ ATM، زي ما سيادتك أشرت كده إحنا عندنا عدد كبير جدا من ماكينات الـ ATM منتشرة على مستوى الجمهورية، تم رفع الحد الأقصى للصرف من ماكينات الـ ATM ليصبح 10,000 جنيه بدل من 4,000 جنيه، تم إلغاء رسوم الصرف من ماكينات الـ ATM بحيث هل في ربط مع البنوك الأخرى يا فندم؟ يا فندم شبكة بنوك مصر بتعمل كونفجريشن ما بين البريد المصري وماكينات البنوك كلها، النهارده المواطن يقدر يصرف من أي ماكينة ATM في الشارع بدون رسوم ومفيش أي مصاريف إدارية إطلاقا يا فندم، مفيش أي رسوم وإطلاقا وبحد أقصى 10,000 جنيه ومتاح لي الصرف على مدار اليوم. أستاذ بيوم القطان يعني إحنا بنشكر حضرتك وإحنا متابعين مع حضرتك على مدار اليوم، يعني بالفعل هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها، العاملون هنا في منطقة في مكاتب البريد يرتدون الكمامات ويلبسون الجوانتيات، وكذلك المواطنين هناك بعض الاستقرارات في الأرض والملصقات التي توجه المواطنين باتباع المسافات المناسبة حتى لا يمكن أن يكون هناك تكدس أو زحام داخل مكاتب البريد. هناك يعني بالفعل كما ذكر الأستاذ بيومي القطان حزمة من القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتباعها حفاظا على سلامة وأرواح العاملين وكذلك أصحاب المعاشات خاصة كبار السن منهم، تجنبا لانتقال العدوى وتجنبا لتفشي هذا الوباء لا قدر الله. نعم أشكرك في النهاية شكرا جزيلا. مراسلنا أحمد سعد الدين كنت معنا على الهواء مباشرة من مكتب بريد النزهة الجديدة، شكرا لك. وجه مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية الشكر لوزير الخارجية سامح شكري ولشركة مصر للطيران على تنظيم رحلات خاصة لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى وطنهم. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما استعرض خلاله الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتين للتصدي للفيروس وشدد على أهمية التعاون في مواجهة فيروس كورونا. كما استعرض الوزيران الجهود الوطنية المبذولة على مستوى الدولتين للتصدي للفيروس والحد من أثاره الصحية والاقتصادية. أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3 وفيات جديدة من فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي الوفيات إلى 41 حالة. كما أكدت الوزارة تسجيل 272 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي المصابين إلى 2795 حالة، فضلا عن تعافي 64 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين بالمملكة 615 حالة. يأتي هذا في حين أعلنت وزارة الصحة الإماراتية شفاء 19 حالة وتسجيل 283 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، بينما أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 111 حالة. في الوقت نفسه أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 48 حالة إصابة جديدة بالفيروس. أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حالته استقرت خلال الليل في العناية المركزة بعد تدهور أعراض إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أن معنوياته لا تزال مرتفعة. وأضاف المتحدث أن جونسون تلقى علاجا عاديا بالأكسجين ويتنفس دون مساعدة ولا يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي. كشفت كلية الطب في جامعة واشنطن أنه يتوقع أن يحصد وباء كورونا في موجاته الحالية الأولى أرواح ما يقارب من 66 ألف شخص في بريطانيا، على أن يكون تفشيه في المملكة المتحدة الأكثر فتكا في أوروبا. وبينما ينتظر العالم لقاحا للفيروس، تعاني أوروبا التي باتت القارة الأكثر تأثرا بالوباء من نقص خطير في الأدوية المستخدمة للتخفيف من أعراض الإصابة بالمرض.
بعد 4 أيام من الانخفاض ارتفعت مجددا الحصيلة اليومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إسبانيا مع تسجيل أكثر من 740 حالة الثلاثاء، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى قرابة 13800 حالة. وفي يوم واحد ارتفع أيضا عدد الإصابات الإضافية في إسبانيا ليبلغ إجمالي الإصابات قرابة 140600 حالة. ومنذ منتصف مارس الماضي يخضع الإسبان لتدابير عزل هي بين الأشد في أوروبا، حيث لا يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا لشراء حاجاتهم أو تلقي الرعاية الصحية أو للذهاب إلى العمل للوظائف الضرورية فقط. أما إيطاليا أكثر بلاد العالم تضررا من كورونا، فقد تراجعت الحصيلة اليومية للوفيات إلى 604 حالات، كما سجلت الإصابات الجديدة أدنى مستوى منذ 13 من مارس. وعلى النقيض سجلت بريطانيا على حصيلة يومية للوفيات بنحو 800 حالة، وبتسجيلها أكثر من 50,000 إصابة ونحو 6,200 وفاة. أصبحت المملكة المتحدة إحدى الدول الأكثر تأثرا بالمرض في أوروبا. الحال نفسه في فرنسا التي سجلت أكبر ارتفاع يومي للوفيات بنحو 1420 حالة، لتصبح الدولة الرابعة عالميا التي تجاوزت بعد إيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة حاجز 10,000 وفاة جراء الفيروس. أيضا سجلت ألمانيا أكثر من 4,000 إصابة و173 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، وتعتبر ألمانيا الدولة الخامسة عالميا من حيث حصيلة الإصابات، إلا أنها تتميز بنسبة قليلة للوفيات مقارنة بإجمالي المصابين. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولاية مينيسوتا منطقة كوارث كبرى، موجها بتقديم مساعدات للولاية في المناطق المتضررة من تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في 20 يناير الماضي بالولايات المتحدة. في غضون ذلك جدد ترامب تأكيده على أن الأسبوع القادم سيكون صعبا، مشيرا إلى أن بلاده تجري أكبر عدد من اختبارات كورونا في العالم، أن هناك 10 عقاقير قيد الاختبار في أمريكا. ولفت ترامب إلى أنه سيطلب من الكونغرس رصد 250 مليار دولار لإعانة المواطنين وإنقاذ ملايين الشركات الأمريكية وعمالها، معلنا أنه يدرس تجميد مساهمته المالية لمنظمة الصحة العالمية لأنها لم تخبر عن الوباء بشكل مبكر. يأتي هذا في حين سجلت الولايات المتحدة 2000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة في أضخم حصيلة يومية في العالم، ليرتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 12,800، كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس منذ بدء تفشي المرض داخل الولايات المتحدة نحو 400,000 حالة، لتكون بذلك أكثر دول العالم ارتفاعا من حيث عدد الإصابات. أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن البر الرئيسي سجل حالتي وفاة و62 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 59 حالة وافدة من الخارج، ويرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 81,981، والوفيات ترتفع إلى 3,335. يأتي ذلك في حين رفعت مدينة ووهان الأكثر تضررا بفيروس كورونا قيود السفر المفروض عليها منذ نحو شهرين مع مواصلة تنفيذ الإجراءات الصارمة للوقاية، بينما ستواصل جميع المدارس في مقاطعة هوبي تأجيل فتحها حتى إشعار آخر. خطة احترازية قوية نفذتها الصين فور انتشار وباء كورونا على أراضيها وبشكل خاص في مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس، وها هي الآن تجني ثمارها وبقوة. فبعد اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية المتخذة من جانب السلطات الصينية، تم رفع الإغلاق عن مدينة ووهان، وبدأ سكان المدينة في التحرك والانتقال منها إلى مدن أخرى بعد تحرر المدينة من حالة الشلل التي مرت بها منذ ظهور أولى الإصابات في نهاية 2019. سكان مدينة ووهان تكبدوا الكثير خلال أزمة كورونا، لقد ظننا أنها كارثة لن ترحل عنا، ولكننا كنا صامدون للغاية
وتمكنا من عبور تلك الأزمة. نجاح آخر يضاف لخطة الصين الوقائية في مواجهة فيروس كورونا وهو أنها لم تسجل أي وفاة جديدة في حصيلتها اليومية منذ ظهور الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر الماضي. وختامنا دائما وتذكرة بأهم العناوين. مش عايزين ناخد إجراء أكثر حدة عليكم، مش عايزين نعمل نضيق توقيتات الحركة عشان كمان حياتنا ما تتوقفش. خلال تفقده أطقم القوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني في مكافحة كورونا، الرئيس السيسي يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية. ترامب يعلن منطقة كوارث كبرى بولاية مينيسوتا بسبب فيروس كورونا، والوفيات بالولايات المتحدة تسجل 2000 حالة خلال 24 ساعة في أضخم حصيلة يومية في العالم. الصين تعلن عن حالتي وفاة و62 إصابة بفيروس كورونا، بينها 3 إصابات محلية، ورفع قيود السفر عن مدينة ووهان. انتهت هذه النشرة، وبعد قليل ألقاكم في جولة صحفية جديدة. إلى اللقاء.